كأنك تعيش أبدا، نسب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يصح سندا عنه لكنه منهج ربى عليه أصحابه عليهم الرضوان. فجاء هذا الكلام وهذا المنهج وهذا النظام عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، مما يدل على أن قولهم كأنك تعيش أبدا هذا ما رباهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رأينا أصحابه أمة محبة، أمة لا تطلب الموت للموت، وإنما أمة تطلب الحياة للحياة، أمة تتراحم فيما بينها وتتسامح. كأنك تعيش أبدا كان هذا ناتج لتربية نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه الذين أخبر الله عنهم بأنه رضي عنهم وأنهم كذلك رضوا عنه، فكانوا يحبون الله كما كان الله يحبهم، يحبهم ويحبونه. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رباهم على أنه لو كان غدا قيامة القيامة، وكان غدا آخر إنسان في هذه الحياة الدنيا، وأنه سيكون بعدها برزخ وبعدها آخرة، رباهم على أنه من كان في يده في ذلك اليوم الأخير في هذه الأرض التي ستبدل يوم القيامة، فإن كان في هذا اليوم الأخير وفي يد أحدهم فسيلة عبارة عن بذور يزرعها في الأرض، من كانت في يده فسيلة فليغرسها حتى وإن كان غدا يوم القيامة، لأن تعمير الأرض ونشر أسباب الحياة فيها هو منهج رسول الله كأنك تعيش أبدا. كأنك تعيش أبدا ليست كلمة تقال باللسان، وإنما معان كثيرة يعيش فيها الإنسان، هي سلام بين الإنسان ونفسه، ثم سلام بين الإنسان وغيره، هي معرفة كاملة بين الإنسان وبين من خلقه الله. ولذلك سنجد في هذه الحلقات التي سنتكلم فيها عن الحياة التي لا يستطيع أن يجعلنا نحيا فيها إلا معنى كبير ناتج عن السلام، وهو التسامح. إذا فقد الإنسان السلام في نفسه فإنه سيفقد التسامح مع نفسه ومع ربه ومع غيره أيضا. كأنك تعيش أبدا هو منهج الجيل الأول الذي رباه رسول الله والذي ورثه التابعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بسبب هذا العنوان العظيم وهو التسامح. ما هو التسامح؟ التسامح إن جئنا إلى الكلمة فإنها من كوكب كبير من الكلمات والمعاني، اسمه الرحمة، واسمه الليونة، واسمه المساهلة، واسمه الرفق. صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف أو العنف في شيء إلا شانه. وهذا يبين هذا الذي رباهم عليه رسول الله، الرفق، المساهلة، اللين، يأتي في كوكبها، كوكب هذه المعاني، المسامحة، ويأتي منها أيضا العفو. هذا العفو الذي هو إسقاط حقي عند غيري. لما؟ لأنني في حقيقتي عبد، والعبد لا يملك، إنما يملكه الملك مولاه سبحانه وتعالى. لذلك تجد أن كثيرا من التعنت في الحقوق وعدم المساهلة والليونة مع الغير، الذي نسميه عدم المسامحة، فلان غير متسامح. لماذا؟ لأنه يعتقد أن له حقا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يربي الناس على أن الحق لله الحق. الله اسمه الحق، هو الذي له الحق وحده، لا إله إلا هو،
ألا له الخلق والأمر، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يملك هذه المخلوقات أجمعين، يملكها بكل محتوياتها وبكل ادعاءاتها في ملكياتها هي. تجد إنسان له بيت يكتب عليه ملك فلان الفلاني، وإنسان آخر يكتب على بيته الملك لله. هذا الذي كتب الملك لله هو يعلم أن الله هو الذي يملك كل شيء في الحياة، حتى حقوقي أنا عند الآخرين. إذا وقفت عند القاضي وطلبت بحقوقي فإن هذا الحق هو حق لله في حقيقته، لأنني أنا وما أملك لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، نحن لله، نحن مملوكون له، نحن مخلوقات له، نحن لا نملك شيئا من أنفسنا. أنا لا أملك نفسي، فكيف أملك أشيائي؟ إذن فكيف أملك حقوقي التي هي بعض أشيائي؟ المسامحة تأتي من هذا المعنى، من هذا الفهم. إذا تفهم الإنسان حقيقة هذا الكون، حقيقة من خلق هذا الكون، حقيقة من يملك التصرف في هذا الكون، حقيقة من أنا بالنسبة لله، أنا عبد لا أملك من أمري شيئا، فكيف لي أن يكون لي حقوق؟ نعم، هي حقوق شرعتها هذه الشرعة الكريمة الحنيفية السمحة، كما قال رسول الله، حقوق شرعت لتنظيم الحياة، لكن هذا في الظاهر. أما في الانبعاث الباطن، أما في هذا الوعي الداخلي عندي، فإني لابد أن أعتقد ذلك في قرارة نفسي، لينتج من عندي من داخلي المسامحة. وما معنى المسامحة وما مردودها؟ المسامحة فيها معنى السلام، فيها معنى التواصل، فيها معنى الاتصال مع الناس، فيها معنى المحبة. المسامحة فيها المحبة؟ نعم، المسامحة تعني محبة، لأنك تساهل، والإنسان يحب أن يكون السهولة معه من الناس، أي أن الناس تتساهل معه، لأنه يحب نفسه، فإذا هو أحب غيره فإنه سيتساهل معهم. ما الذي يجعل الناس لا تتسامح؟ الذي يجعلهم لا يتسامحون فقدان معنى كبير متعلق بعدم هذه الوحدة التي في الكون، أن الكون عبارة عن مجموعة أشياء كثيرة متنافرة متعاكسة متصادمة، هكذا يعتقد من لا يسامح. أما الذي فهم عن الله أن هذا الكون وحدة واحدة، شيء واحد، وأن هذا الكون كله يعود إلى شيء واحد، الله عز وجل هو الذي يعود إليه هذا الكون، كل هذا الكون مشترك في أنه يعود لإله واحد هو الذي خلق كل شيء. الله خالق كل شيء ونحن من ضمن هذه الأشياء. وأيضا إذا اعتقد الإنسان أنه يعود إلى أب واحد، فإن هذا الاعتقاد يجعله يتساهل مع أخاه، لكننا نعتقد في أنفسنا أننا أبناء لآباء شتى، وهذا يجعلنا نتنافر ويجعلنا نتنافس ويجعلنا نرفع القضايا على بعضنا البعض ونطالب بحقوقنا عندنا بعضنا البعض، لا نشعر بالوحدة في الانتساب لأب واحد. إننا أبناء أب واحد، وهذا الأب الواحد شريف عظيم القدر، إنه نبي الله آدم، أنا وأنت أبناء أنبياء، لم ندخل في أن ديني كذا وأن دينك كذا، نحن أبناء أب واحد، بل وأبناء نبي واحد. وهذا إن اعتقده الإنسان يدعوه إلى أن يكون فيه ليونة وسهولة ومسامحة. لما؟ لأنه سيسامح أخاه الذي هو ابن أبيه وأمه. لكن إن قلت له هذا ابن عدوك، أو هذا ابن عائلة أخرى، أو هذا ابن أب آخر، فإنه لا يسامح. من أكبر أسباب عدم المسامحة والمساهلة والسلام النفسي مع الغير اعتقاد الافتراق في الأصل وفي النشأة، أننا أبناء آباء شتى، وأننا أبناء أمهات شتى،
كلنا لآدم وكلنا أبناء نبي واحد، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء. فنسأل الله عز وجل الذي خلقنا من أصل نبي واحد ومن أصل أب واحد ومن أصل أم واحدة، نسأل الله عز وجل أن يشع هذا النور في صدورنا وفي أفهامنا حتى يشع السلام بين الناس ويعود الوئام والملاينة والمساهلة والمسامحة بين الإخوة الذين نسوا أنهم أبناء أب واحد. اللهم اشرح صدورنا لذلك ولين قلوبنا لإخوتنا وانشر السلام بيننا.